السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أعزائي في القناة التعليمية إيكول شادلي. اليوم مع فيديو جديد، استثمار النص المسترسل. الحدائق العجيبة من الكتاب المدرسي المفيد في اللغة العربية، المستوى الرابع ابتدائي، من الصفحة 164. نبدأ أحلل. سؤال الأول، أوضح ما تعنيه تسمية هذه الحديقة بالحدائق العجيبة. تعني تسمية هذه الحديقة بالحدائق العجيبة غرابة مكوناتها وندرة الحيوانات والأشجار والنباتات الموجودة بها، والتي تكتسي مظاهر عجيبة تجعل الزائر يقف مشدوها متعجبا لما يراه فيها، كما أن المسالك المؤدية لها تثير نوعا من الخوف والغرابة في نفسية روادها. إذن تسمية الحديقة بالحدائق العجيبة راجعة للغرابة مكوناتها وندرة الحيوانات والأشجار والنباتات التي توجد بها والمظاهر العجيبة التي تكتسيها هذه الحديقة. نعيد، تعني تسمية هذه الحديقة بالحدائق العجيبة غرابة مكوناتها وندرة الحيوانات والأشجار والنباتات الموجودة بها، والتي تكتسي مظاهر عجيبة تجعل الزائر يقف مشدوها متعجبا لما يراه فيها، كما أن المسالك المؤدية لها تثير نوعا من الخوف والغرابة في نفسية روادها. ننتقل إلى السؤال الموالي. انطلاقا من النص أكمل خطاط الآتية: مسالك الحدائق العجيبة ومناظرها. إذن هنا لدينا أن سوف نكتب كل مسلك على حدة، وهنا بما يتميز فيكون على هذا الشكل. لدينا مسالك الحدائق العجيبة. أولا لدينا المسلك الأحمر، مسلك طويل عبارة عن متاهة دائرية تغطيها أشجار الصفصاف. المسلك الأزرق، مسلك متوسط يمر على بركة مائية آمنة تزينها نباتات. المسلك الأخضر، مسلك مليء بالسراديب والمغامرات يجعل الزائر يحس بالحماس. إذن لدينا ثلاث مسالك: المسلك الأحمر والأزرق والأخضر. المسلك الأحمر والأول، والذي يتميز بكونه مسلك طويل عبارة عن متاهة دائرية تغطيها أشجار الصفصاف. أما المسلك الأزرق الذي يتميز بكونه مسلك متوسط يمر على بركة مائية آمنة تزينها نباتات. والمسلك الأخضر والأخير، والذي يتميز بكونه مسلك مليء بالسراديب والمغامرات يجعل الزائر يحس بالحماس. ننتقل الآن وإياكم إلى السؤال الثالث. صممت الحديقة بطريقة تثير الحماس والتحدي، استخرج ما يدل على ذلك من النص. إذا قرأنا النص بتمعن سوف نجد: لدرجة أنكم وأنتم تتنقلون بينها تحسون بحماس كبير، ولكن النجاح في اجتياز هذه المغامرات سوف يجعلكم تصيرون إلى حديقة الزواحف والثعابين. هذا ما يدل على أن طريق الحديقة تثير الحماس والتحدي. نعيد، لدرجة أنكم وأنتم تتنقلون بينها تحسون بحماس كبير،
ولكن النجاح في اجتياز هذه المغامرات سيجعلكم تصيرون إلى حديقة الزواحف والثعابين. هنا تكمن الإثارة والحماس وروح التحدي في طريق الحديقة. ننتقل الآن إلى السؤال الخامس. ألخص النص شفهيا. هنا يمكن لنا أن نقدم هذا التلخيص كما يلي: قدم السارد معلومات حول الحدائق العجيبة من حيث موقعها ومؤسسها وسبب تأسيسها ومحتوياتها التي ذكرها بتفصيل، فقد ذكر أن هذه الحدائق تظهر كأنها غابة مخيفة، وأن من عجائبها وجود حوض السمك المحفوف بزهور النرجس، وأن الولوج إليها يكون عبر المرور من 3 طرق، وكل مسلك من هذه المسالك يجعلك تكتشف مظاهر غرابة هذه الحدائق وإثارتها التي تجذب الزائر. ننتقل الآن إلى السؤال السادس. أبين غاية العمي أحمد من حديثه عن النباتات والأشجار والكائنات التي توجد في الحدائق العجيبة. غاية العمي أحمد هي التعريف بمكونات الحدائق العجيبة والدعوة إلى المحافظة على النباتات والأشجار والكائنات الحية وحمايتها. من هنا يتبين أن العم أحمد كان له الهدف من كانت غايته من الحديث عن النباتات والأشجار هي المحافظة عليها وحمايتها. سؤال سابع. أصنف المعلومات المقدمة في النص حسب المتعة والمغامرة وأدونها في الجدول الآتي. أي علينا قراءة النص بتمعن واستخراج منه كل ما يدل على المتعة وكل ما يدل على المغامرة. أي بعد قراءة النص بتمعن نجد كل ما يدل على المتعة في النص. دوران الأسماك بسرعة، مسلك يمر على بركة مائية، الكوخ الصغير. دوران الأسماك بسرعة تدل على المتعة، مسلك يمر على بركة مائية أيضا يدل على المتعة وأنت مار من جانبه، وكذلك الكوخ الصغير. وكل ما يدل على المغامرة: غابة مخيفة، متاهة دائرية، السراديب والمغامرات، اجتياز جسر خشبي معلق بحبال. هذا كل ما يدل على المغامرة. سؤال ثاني. أحدد الطريقة أو المنظر الذي أعجبني في النص وأعلل جوابي. أي سوف تختار الطريق أو المنظر الذي أعجبك ولماذا. بالنسبة إلي، الطريق الذي أعجبني في النص هو المسلك الأحمر. لماذا؟ لأنه عبارة عن متاهة يجب حلها للوصول إلى مناظر الغابة الخلابة. هذا سبب اختياري للمسلك الأحمر. السؤال التاسع. أناقش مع أصدقائي وصديقاتي الأسئلة التي بقيت عالقة لدي. هنا يجب على التلاميذ مناقشة الأسئلة التي بقيت عالقة في أذهانهم ومناقشتها مع زملائهم. سؤال 10. أبحث مع زميلاتي وزملائي في الإنترنت عن معلومات إضافية حول الحدائق العجيبة. أي علينا إضافة معلومات جديدة عن هذه الحدائق العجيبة لم تذكر في النص. معلومات إضافية حول الحدائق العجيبة.
تضم متحف يوثق تطور الحديقة والوفود التي زارت المكان. هذه معلومة إضافية عن الحدائق العجيبة، أنها تضم متحف يوثق تطور الحديقة والوفود التي زارت المكان، وأنها أنشئت سنة 1951. أنشئت الحدائق العجيبة سنة 1951. إلى هنا ينتهي فيديو اليوم، نلقاكم في فيديو جديد إن شاء الله.